كورونا تشابه في شكله الافتراضي لفاكهة الصبار، أما القفاز هذا فلم يكن لتجنب أشواك هذه الفاكهة فحسب، إنما جاء أيضا للوقاية من الإصابة بعدوى كورونا، أو سمها إن شئت أشواك كورونا الخفية. وكأن ما سجله الأردن مؤخرا من أعداد إصابات محلية جاء لتذكير الأردنيين ببداية الأزمة وما آلت إليه المملكة، فذكر إن نفعت الذكرى. فبرغم هذا إلا أن الاختلاف الواضح اليوم هو غياب الالتزام بالإجراءات الوقائية في القطاع العام والخاص على حد سواء، ومن المواطنين أيضا. التزام ضعيف حسب اعتقادي أنا، لأنه في خلال الفترة الماضية ما في كان في حالات كثيرة في الأردن في إصابات، ففي كثير من الناس ما عندهم اعتقادات أنه ما في يعني المرض أو الوباء يعني مثلا انتهى من الأردن. أنا ماخذ احتياطات كاملة يعني، وهذا إشي يعني مش ما بحس أنه التزام، هي كمامة أو الجلوفز بشكل عام. الناظر للمشهد العماني اليوم سيرى في كل مكان حضور الحملات الداعية للالتزام بإجراءات السلامة العامة، أما الملتزمون بها فلا بد لك من عناء البحث عنهم لإيجادهم. ولعل هذا الأمر جاء سببا في تفعيل أمر الدفاع الحادي عشر الذي سيلحق بالمتهاونين المساءلة القانونية والغرامات المالية. بين انتشار الوباء وفقدان الدواء يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية الخيار الوحيد أمام الجميع لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس. أنس الحياري، المملكة، عمان.